السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم طلابي في جميع محافظات مصر؟ إن شاء الله النهاردة هنراجع مع بعض حل تدريبات درس الثالث في الوحدة الأولى نماذج للمشكلات الاجتماعية في بلدنا. وأول سؤال عندنا أكمل العبارات التالية: رقم 1، ترتفع نسبة البطالة بين سكان نقط عن الريف. مستر، يعني كلمة بطالة؟ كلمة البطالة معناها أفراد في سن العمل ولا يعملون، ناس كبيرة في السن وفي نفس الوقت مش لاقية شغل. يا ترى ما دام اتكلمنا عن البطالة، تعالى افكركم بالأمية. الأمية كانت كتير فين؟ في الريف. والبطالة بقى الناس اللي مش لاقية شغل كتير فين؟ هنلاقيهم في الحضر اللي هو فين؟ في المدينة. يبقى كده أول سؤال يا أساتذة، إن أول ما أشوف البطالة هقول الحضر، وأول ما أشوف الأمية هقول الريف. رقم 2، ترتفع نسبة الأمية بين الإناث عن نقط. لما جم عملوا إحصائية طلعوا إن البنات أكتر في الأمية، يعني عدم معرفة القراءة والكتابة، عن مين؟ أنا سامعكم بتقولوا عن الذكور. تمام. رقم 3، تعد مصر صاحبة أول نقط في التاريخ. أنا سايبكم تفكروا كده. مصر طبعا الفرعونية من زمان عملت جامعة اسمها أون، ومعلومة سنة رابعة، كلمة أون هليوبلس أو أون معناها عين شمس. ايه ده؟ يعني يا مستر مصر اول ناس عملت ايه؟ جامعه في التاريخ. السؤال اللي بعده، ترتبط الاميه بمشكلتين: البطاله ونقط. هنفكر مع بعض كده. الاميه ترتبط بمشكلتين البطاله ونقط، قالك والفقر. طول ما انت دخلك قليل، طول ما انت فقير، لا هتعرف تتعلم ولا هتعرف ايه تشتغل ولا تعرف تعالج الايه اطفالك. يبقى كده ارتبط الأمية بمشكلتي البطالة اللي هو الناس اللي طبعا مش لاقية شغل، وكمان الفقر، لأن ده طبيعي ما دام معكش فلوس أكيد عشان أنت إيه مش شغال. رقم 5، اخترع المصريين الكتابة، تعالى نحفظها مع بعض، اسمها الكتابة الهيرو. قول معايا كده، هيرو زي بطل كده، غلي كأن حاجة غليت، غلي فيا. يبقى اسمها ايه؟ هيروغليفية. اسمعها تاني، هيروغليفية. يبقى المصريين زمان يا مستر ما كانوش بيكتبوا حروف هجائية، كانوا بيعملوا طبعا رسومات جميلة كده. ومعلومة سنة رابعة، الكتابة الهيروغليفية بتبقى على شكل صور انسان او حيوان او طير، يعني هم مش عارفين يكتبوا ألف ب لسه ما تعلموش، فعايزين يبينوا فرحتهم، سواء طبعا زي الايموشنات اللي احنا بنشوفها في الواتس، بنلاقي كده ان في واحد سمايل او واحد مبسوط كده معناه سعيد، واحد يا مستر عامل كده اللي هو واحد مكشر يبقى ده حزين. نفس الفكره، هم بيعملوا ايه مثلا؟ يعملوا رسمه للعين مثلا، دي معناها يرى. حاجات كتيره بياخدوها من الطبيعه، سواء للانسان او الطير او الحيوان. وبكده عرفنا مع بعض ان زمان كانت الكتابه اسمها كتابه هيروغليفيه. تعالى رقم 6، الأمية المعلوماتية هي عدم القدرة على تشغيل. المعلوماتية بيقول عليها التكنولوجية، يعني عدم تشغيل الأجهزة التكنولوجية والوصول لنقط للمعلومات. طول ما انت ما بتعرفش تفتح جهاز الكمبيوتر، طول ما انت يا مستر دلوقتي مش عارف تشغل الجهاز، يبقى انت عندك أمية معلوماتية، مش بتعرف تطلع المعلومة منين؟ من على الإنترنت، وده اسمه الأمية المعلوماتية. رقم 7، أعلى محافظات في الأمية هي محافظة، أنا سامعكم بتقولوها، محافظة المنيا. وأقل المحافظات هي محافظة البحر الأحمر. يبقى كده نرجع نفتكر مع بعض، البطالة أكتر فين؟ في الحضر. والأمية الإناث أكتر من الذكور، وإحنا أول جامعة في التاريخ عملناها، مصر صاحبة الفكرة، والأمية ترتبط بالبطالة والفقر. وعرفنا كمان ان الكتابه بتاعه المصريين القدماء اسمها الكتابه الهيروغليفيه، والاميه المعلوماتيه هي عدم القدره على تشغيل الاجهزه والوصول للمعلومات. واعلى المحافظات اللي فيها اميه هي محافظه المنيا، واقلها هي البحر الاحمر. السؤال الثاني، اكتب كلمه صواب امام العباره الصحيحه وكلمه خطا امام العباره الخاطئه. تتصدر الزياده السكانيه اسباب انتشار الاميه؟ طبعا الاجابه صح. أمية يعني عدم معرفة القراءة والكتابة، وطول ما حجم الأسرة كبير، طول ما مش هيعرف يعلم، ده الكلام ده كمان فين؟ في الريف، لأن عددهم كتر قوي، حجم الأسرة كتر، فما بقاش فيه اهتمام، فالأمية زادت بسبب زيادة السكان. ينتشر الجهل والخرافات نتيجة عدم الاهتمام بالتعليم؟ أكيد يا مستر، أي حاجة هصدقها طول ما في جهل.
رقم 3 ترتفع نسبة البطالة بين الإناث عن الذكور، لسه حلينها سنة رابعة صح. تزداد مشكلة الأمية والبطالة في الريف عن الحضر، لا هنا بقى يا مستر نفكر شوية، مشكلة الأمية تمام لكن البطالة لا، دي في الحضر، يبقى الإجابة إيه؟ غلط. يأتي إنشاء المدارس كأحد جهود الدولة في القضاء على الأمية، أكيد طول ما في مدارس طول ما الأمية بتقل. الأمية المعلوماتية تعني عدم القدرة على تشغيل الأجهزة التكنولوجية، طبعا إجابة صح. تعتبر جامعة أون هي أول جامعة في التاريخ، أكيد الإجابة صح. تزداد نسبة الأمية بين الذكور عن الإناث وخاصة في الريف، لا يا مستر أنا شايف السؤال كده فيه لخبطة، هما الإناث الأكتر مش الذكور، يبقى الإجابة غلط. تؤدي الأمية إلى نمو الاقتصاد القومي للدولة، طول ما في جهل عمر ما الاقتصاد هيزيد، يبقى الإجابة غلط. السؤال اللي بعده وهو اختر الإجابة الصحيحة من بين القوسين. رقم 6 نجد أكبر نسبة للسكان المتعلمين في مصر في محافظة طبعا البحر الأحمر، تأتي محافظة مين؟ أعلى محافظات مصر من حيث الأمية، ما بعرفوش يقروا يكتبوا كتير، في المنيا. مصر تسعى لتحقيق الحياة الكريمة لكل مصري عن طريق تشييد المدارس، تؤثر الأمية على المجتمع المصري فيؤدي ذلك إلى انتشار الخرافات. طول ما في جهل طول ما انت هتصدق اي حاجه، واتفقنا مع بعض. ويلا بينا على سؤال بما تفسر بناء العديد من المدارس الثانويه. طبعا ليه بنبني مدارس كتير؟ لتقليل نسبه ايه؟ الاميه، ده رقم 1، وكمان عشان نستوعب الطلاب. 2 اهميه الكتابه عند المصريين، طبعا هم كانوا بيكتبوا لتسجيل احداثهم واخبارهم، هم بيكتبوا عشان يكتبوا الاحداث اللي حصلت والاخبار اللي هم عاشوها. رقم 3 انتشار الاميه في مصر، أكيد انتشرت الأمية عشان الزيادة السكانية، وكمان يا مستر تسرب التلاميذ من المدارس. تؤثر الأمية على الفرد والمجتمع تأثيرا فرديا أو تأثيرا سلبيا. تؤثر الأمية، الأمية أثرت إزاي في الفرد والمجتمع؟ أكيد هي أثرت، لأن هو طبعا مش هيقدر يشتغل، وفي نفس الوقت هينتشر البطالة لأن هو مش هيقدر يشتغل زي ما قلنا.